نشرة الأخبار من بيروت اليوم، أهلا وسهلا بكم. إليكم أبرز العناوين. التلفزيون السوري ينفي ما تردد عن وفاة وزير الداخلية محمد الشعار ويؤكد أن الأخير بصحة جيدة ويتماثل للشفاء. كوشنير، التحقيقات في قضية اغتيال الحريري أظهرت بأن أشخاصاً قريبين من الأسد متورطون في العملية. سليمان يبلغ أعضاء هيئة الحوار الوطني قراره إلغاء جلسة الحوار المقررة الاثنين في بعبدة من دون تحديد موعد جديد له. لقاء مسائي في بعبدة ضم سليمان ميقاتي وجنبلاط، والبحث تناول موضوع الانتخابات والحوار واللاجئين. بسيل، هناك حالة من الفلتان وغياب للضوابط في موضوع النازحين، خصوصا أنه لدينا تجارب سيئة في هذا الملف سابقا. جعجع، إذا خيرت بين قانون فؤاد بطرس وقانون الستين أختار قانون فؤاد بطرس. أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أعضاء هيئة الحوار الوطني قراره إلغاء جلسة الحوار المقرر الاثنين في بعبدة من دون تحديد موعد جديد له. هذا القرار جاء إثر لقاء مسائي في بعبدة ضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، جرى في خلاله البحث في مختلف التطورات. أما على صعيد قوى الثامن من أذار فإن الاتصالات مستمرة تمهيدا للقاء رباعي يجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والسيد نصر الله ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون ورئيس تيار المردة النائب سليمين فرنجي، وذلك للبحث في آلية التحالف الانتخابي والمسألة السورية. على خط الأزمة السورية، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محللين وخبراء أن خيار التسوية ليس مطروحا بالنسبة إلى الرئيس الأسد، وأنه متشبث بالسلطة حتى النهاية، وأن تضييق الخيارات أمامه قد يدفعه إلى المنطقة العلوية كخيار أخير. وسط هذه الأجواء، أكدت مصادر عسكرية في الجيش الحر وفاة وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار، ترافق ذلك مع تعيين اللواء رستم غزيلي وزيرا للداخلية بالإنابة. وهذا الخبر سرعان ما نفاه مصدر إعلامي في التلفزيون السوري، مشيرا إلى أن وزير الداخلية الشعار بصحة جيدة ويتماثل للشفاء. على صعيد آخر، لفت كلام لوزير الخارجية الفرنسي الأسبق برنار كوشنير الذي أعلن أن التحقيقات باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أظهرت أن قريبين من الأسد متورطون بالعملية. إذن أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أعضاء هيئة الحوار الوطني قراره إلغاء جلسة الحوار المقررة بعد غد الاثنين في القصر الجمهوري في بعبدة. وكان عقد لقاء مسائي في القصر الجمهوري بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، تم خلاله البحث في موضوعي الحوار وقانون الانتخابات. وتعليقا على إرجاء جلسة الحوار واجتماع بعبدة بالأمس، ينضم إلينا مفوض الإعلام في الحزب الاشتراكي رامي الريس. أستاذ الريس، أهلا بك إلى نشرة بيروت اليوم. يعني يأتي قرار رئيس الجمهورية إلغاء جلسة الحوار التي كانت مقررة الاثنين بعد اللقاء الذي جمعه بالأمس في بعبدة إلى رئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط، هل يأتي هذا القرار نتيجة مباحثات هذا اللقاء؟ يعني مساء الخير اولا. طبعا اللقاء بالامس هو لقاء تقليدي لاستمرار التواصل مع فخامه الرئيس ومع دوله رئيس الوزراء، وكان نقاش في عدد من الملفات منها طبعا مساله الحوار وقانون الانتخاب. طبعا مساله ارجاء وابقاء الحوار هي ملك فخامه رئيس الجمهوريه، واتصور بان هذه الخطوه يعني تشكل تراجعا على المستوى الوطني، ليس من قبل فخامه الرئيس انما تراجع سياسي أن لا يستطيع اللبنانيون أن يجلسوا حول طاولة الحوار في ظل هذه الظروف الدقيقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي. ونحن كنا طبعا نأمل أن لا نصل إلى إلغاء أو تأجيل طاولة الحوار، ولا نزال نأمل باستكمال الجهود السياسية في الوقت اللاحق لتأمين الظروف الملائمة لإنعقاد الحوار الوطني، لأنه ليس هناك من بديل بين اللبنانيين إلا الحوار، والمبادرة السياسية التي أطلقناها تصب في هذا الإطار وتكمل يعني مساعي فخامة الرئيس في هذا المجال. نعم أستاذ الرئيس، اعتبر النائب وليد جنبلاط
أنه من الخطأ البقاء في مربع الانتظار، إذا ما الطرح للمرحلة المقبلة؟ الطرح الوحيد هو خروج من حالة القطيعة السياسية. لا نستطيع اللبنانيين أن نستمر في الحالة الراهنة من القطيعة فيما بيننا. دعيني أذكر بأنه في أحد كثير الحرب الأهلية كان هناك دائما قنوات اتصال مفتوحة مباشرة أو خلفية بين اللبنانيين وحتى بين الأطراف المتقاتلة فيما بينها، بينما اليوم هناك حالة تامة من القطيعة السياسية. القطيعة لا تنتج قانون انتخاب، لا تنتج انتخابات، لا تنتج استقرار، بل تنتج أفق مسدود وتزيد التوتر في الشارع وتفاقم سوء الفهم وتراكم سوء الفهم. لذلك ليس هناك من أفق أمام اللبنانيين إلا أن يجلسوا على طاولة الحوار وأن يتناقشوا في القضايا الخلافية فيما بينهم بما يحسن الاستقرار الداخلي ويقطع الطريق على أي عبث في الأمن والوضع السياسي والاقتصادي العام. مفوض الإعلام في الحزب الاشتراكي رامي الرئيس، شكرا لك. أكد النائب وليد جنبلاط أنه على اللبنانيين أن يلتقوا من دون شروط مسبقة وأن لا يبنوا حسابات خاطئة على الحدث السوري، جازما أن الحوار يشكل ضرورة قصوى لا يمكن القفز فوقها. جنبلاط وفي حديث لصحيفة السفير أنه لا يمكن انتظار الوضع السوري لتصفية الحسابات في الداخل اللبناني، مبديا استغرابه من الحالة الازدواجية التي يتعاطف فيها تيار المستقبل مع مسألة الحوار، حيث يرفض الجلوس إلى طاولة مستديرة تضم كل القوى السياسية، بينما لا يمانع من اللجوء إلى أحد الفنادق كي يشارك في اجتماعات اللجنة الفرعية المخصصة لدراسة قانون الانتخابات. اعتبر أنه من الخطأ البقاء في مربع الانتظار لأن سوريا تسقط بكاملها في المجهول، ولهذا من غير المنطقي مقاطعة المؤسسات الدستورية بالمطلق. كشف وزير الخارجية الفرنسي الأسبق برنار كوشنار في حديث للعربية أن الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستظهر في حال نجح الثوار في إطاحة النظام السوري. لابد هنا من التطرق لاغتيال الرئيس رفيق الحريري. أولا، هل كنت تتفق صراحة مع الاتهامات للنظام السوري؟ الأمر لا يتعلق بما إذا كنت موافقا أم لا. هناك تهم تم توجيهها ومحكمة جزاء دولية تكفلت بالقضية. كل المؤشرات والأدلة التي توصل إليها تحقيق جدي قام به قضاة ومدعون دوليون تشير إلى تورط الدائرة المحيطة بالرئيس السوري، بل إن عمليات اعتقال تمت وطالت بعض الأشخاص، كما أنهم لا يعترفون باغتيال اللواء وسام الحسن في لبنان. ويجب ألا ننسى أيضا أن سفيرنا في بيروت دولاماغ قد تعرض للاغتيال كذلك. نحن ندرك أن من اغتاله هم من يسيرون في الركب السوري ويتحركون بإعاز من سوريا. سوريا كانت تزود حزب الله بالأسلحة، الجميع كان على علم بذلك. وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أكد أن وزراء تكتل للتغيير والإصلاح طلبوا في جلسة مجلس الوزراء بوضع حد لاستقبال نازحين، ولم يتحدث أحد عن إقفال الحدود. نحن ما جينا أول يوم صارت الأزمة بسوريا، فات أول 100 سورة على لبنان قلنا لا ستوب. أول تقرير أعطانا بمجلس الوزراء كان العدد 3000، هلأ الرقم نحكي عنه 170,000، ونحن وعم نناقش مبارحة كان العدد عم ينحكى أنه هيدا هو 220-230، هيدا غير المش مسجلين ومش محصيين. إذا نحن قدام حالة عم تكبر بسرعة وعم تتطور بسرعة، مما استدعى أنه يكون في موقف واضح قوامه فكرتين: واحد، وقف ووضع حد لاستقبال النازحين القادمين من سوريا، وما حدا ولا لحظة ولا لحظة حكينا عن تسكير حدود. والنقطة الثانية هو التخفيف من الأعداد الموجودة، يعني التخفيف من العبء اللي ملقى على لبنان بهيدا الشأن، ولا لحظة واحد حكي لا عن طرد ولا عن كب البحر ولا كل التعابير يلي استعملت، ولا ترحيل ولا شيء. اجى الرد علينا بالإنسانية، 2 بالعنصرية، 3 بالطائفية والانتخابات. طيب رحنا ننبش على صيغة تانية بين 2، انه لا فلتين
وفي مجموعة إجراءات طلعت بالحكومة جيدة ونحن مأيدينها، ولا من ميلة تانية نقول يلا خلص ونزلوا الرقم للصفر بدنا نرجع من أول جديد مثل ما كنا من 22 شهر. طلع ببيان الحكومة أنه تقاسم الأعباء وتوزيعها لناحية العدد ولناحية الإمكانيات التمويل مع الدول التانية، إنما ضلينا مختلفين على شيء أساسي هو الهدف. مشان هيك رح نضلنا نناضل بن سبيل تحقيق هالهدف من داخل الحكومة، تنضلنا حاسين انه ستوب، في حدا كل يوم عم بيقول خلص ستوب، خبرونا فرجونا. يصل مساعد وزير الخارجية السوري إلى طهران اليوم لبحث التطورات السورية في الميدان. قصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على بلدة شبعة وبلدات في الغوطة الشرقية في ريف دمشق. من منطقة إلى أخرى تنتقل المعارك في سوريا، وقد عاد حي بابتومة إلى الواجهة بحيث سقطت قذيفة هاون على الحي المسيحي في دمشق، بينما انفجرت عبوة ناسفة موضوعة داخل سيارة في أحد أحياء شمال العاصمة. وكان حي بابتومة تعرض في 21 من تشرين الأول الماضي لتفجير بسيارة مفخخة قرب قسم للشرطة أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح 15 آخرين. في داري دارت اشتباكات في المدينة ومحيطها ليلة الجمعة السبت بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية التي تحاول السيطرة عليها في الأسابيع الأخيرة. وكانت القوات النظامية عززت مواقعها في داري، إضافة إلى تقدمها في محيط مدينة معظمية الشام المجاورة لها. في هذا الوقت أعلن الجيش الأمريكي أن دفعة أولى من صواريخ باتريوت أرض جو التابعة للحلف الأطلسي والهادفة لحماية تركيا من تهديدات سوريا وصلت إلى تركيا. ووصل عسكريون وتجهيزات أمريكية إلى القاعدة الجوية في تركيا لنشر بطاريات صواريخ، وإضافة إلى الولايات المتحدة تشارك في نشر منظومة باتريوت الدفاعية في تركيا كل من ألمانيا وهولندا. نفى مصدر إعلامي في التلفزيون السوري ما تردد عن وفاة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار، وقال أن الشعار بصحة جيدة ويتمثل للشفاء. كانت مصادر عسكرية في الجيش السوري الحر أكدت لصحيفة عقاد السعودية وفاة الشعار متأثرا بجراحه، موضحة أن عائلته غادرت إلى روسيا. قالت مصادر الجيش الحر أن وسائل إعلام نظام الأسد اكتفت بنشر خبر يفيد بتعيين اللواء رستم غزالي وزيرا للداخلية بالإنابة دون الإشارة إلى نبأ وفاة الشعار الذي عاد إلى دمشق في نعش، حيث دفن بصمت في مقبرة في العاصمة بعد أن عجز الأطباء في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت عن إنقاذه. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ضرورة الانتقال السلمي للسلطة السورية بعد فقدان النظام السوري شرعيته. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري محمد كامل عمر، أشار إلى أن الحل السلمي مطلوب في سوريا، ولكن كيفية الخروج يحددها الشعب السوري. بعد الإعلان خريطة معسكرات الجبهة الشعبية. رئيس حزب القوة اللبنانية دكتور سمير جعجع أكد أن قانون الستين مجحف بحق المسيحيين، معلنا أن فريق 14 من أذار يعمل من خلال اللجنة النيابية للوصول إلى قانون انتخابي يحظى بموافقة أكثرية. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن هدف قوى 14 من أذار هو التوصل إلى صيغة نهائية ومتفق عليها لقانون الانتخابات، معلنا أنه في حال عدم التوصل إلى حل ستطالب قوى 14 من أذار رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة برلمانية للتصويت على اقتراحات القوانين الثلاثة المطروحة. جعجع وفي حديث لصحيفة لوريون لجور أكد أن قانون الستين هو قانون مجحف لا يؤمن المناصفة الفعلية التي ينص عليها اتفاق الطائف، مفضلا قانون فؤاد بطرس عليه وجازما أن أفضل قانون هو قانون الخمسين دائرة. ورفض جعجع مقولة أن قوى 14 من أذار تراهن على سقوط نظام الأسد في سوريا، معربا عن قناعته بأن الأسد سيسقط عاجلا أم آجلا، ومؤكدا أنه سيكون لهذا السقوط تداعياته على الساحة الداخلية. وفي ملف اللاجئين اعتبر جعجع أن هذا الموضوع إنساني، ولكن لا يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه لأنه سيصبح خارج سيطرة الدولة اللبنانية.
نوه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان بإنجاز الخطوات التي تؤدي إلى استكمال المصالحات في الجبل وبشكل خاص في بلدة بريح وبالجهود التي بذلت في هذا المجال، واعتبر أمام زواره في بعبدة أن لقاء المصالحة يشكل الحلقة الأخيرة من بروتوكول المصالحة الذي رعاه بين لجنة مشتركة من المقيمين والعائدين من أبناء البلدة في حضور النائب وليد جملاط الذي بذل جهودا مستمرة لتحقيق هذا الإنجاز. ولفت إلى أن هذا الإنجاز يطوي الصفحة الأخيرة من ملف عودة المهجرين ويفتح صفحة جديدة من أهم الصفحات في تاريخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك. في التقرير الخاص، كيف تتوزع خريطة معسكرات الجبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان؟ وماذا تحوي ترسانتها العسكرية؟ وهل تستخدم هذه المعسكرات ورقة سورية للنفاذ إلى الداخل اللبناني؟ تقرير نخل عضيمة. تخشى السلطات اللبنانية أن تتحول مواقع الجبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان إلى ورقة تستخدم في تفجير الأوضاع الداخلية نظرا لمال هذه المواقع من أهمية استراتيجية وعسكرية. ورسمت مصادر رفيعة المستوى للأم تي في خريطة وجود هذه المواقع وتوزعها. ففي محافظة البقاع هناك موقع التل الأبيض غرب بلدة الفعور، عدد عناصره 40 ويحتوي أسلحة خفيفة ومعدات. موقع عين البيضة كفر زبد مركز مهم للجبهة، بداخله أنفاق ويحتوي أسلحة حربية وذخائر ويتواجد فيه 150 عنصراً. موقع قصي المعروف باسم مركز التسلح هو الأكبر والأهم، تكثر فيه الأنفاق ويمتد على مساحة 7 كيلومتر في بطن الوادي، عديده أكثر من 300 عنصرا، يتلقى الإمداد من سوريا مباشرة ويحتوي على أسلحة ثقيلة ودبابات ورجمات وصواريخ ومدافع ومضادات للطائرات، ويمكن للعناصر داخله الاكتفاء ذاتيا مدة طويلة. موقع حشمش يشرف على البقاع الأوسط والمواقع الحساسة التابعة للجيش اللبناني، يتواجد فيه 100 عنصر مدججين بالسلاح. موقع لوسي السلطان يعقوب محصن وفيه مخازن أسلحة وعديده 50 عنصرا. موقع حلوى يرتبط بسوريا عبر طرق فرعية ويفرض عليه حراسة مشددة. موقع النعم الاستراتيجي المطل على مطار بيروت والطريق نحو الجنوب وشوف يعرف بموقع الأنفاق لكثرتها، عديده أكثر من 200 ويعتبرون من أبرز قوات الكوموندوس والعمليات في القيادة العامة، منهم من شارك في تدريب عناصر من حزب الله وهو مجهز بمدافع من عيار 160 ملم ومدافع هون ورجمات وصواريخ منها 500 صاروخ كاتيوشا. يمكن إذا قرر النظام السوري استعمال ورقة الجبهة الشعبية القيادة العامة بالواقع أن يؤثر على وضع الهدوء والاستقرار في لبنان، كما أنه يمكن أن تتوجه هذه الورقة من أجل بالواقع التحرش في بشمال إسرائيل. وتتحدث المصادر للأم تي في أن هذه المواقع لا تزال تحت سيطرة النظام السوري حتى الآن رغم التصدعات، لا سيما بعد انشقاق فراس فضل سرور حفيد أمين عام الجبهة الشعبية أحمد جبريل، ولكن احتواء الانشقاق مرهون بالتطورات السورية. وتتحدث المصادر عن ارتفاع وتيرة التنسيق مع حزب الله للحفاظ على تماسك المعسكرات ولخشية الحزب من تهريب الأسلحة النوعية التي تملكها الجبهة إلى الجيش السوري الحر. ولا يمكن بالتأكيد التفكير باستعمال هذه الورقة بشكل منفرد أو مستقل، لأن هناك قوى أخرى أيضا تقع ضمن ما يسمى أو تحت شمسية جبهة الممانعة التي تأتمر بأمر سوريا. وإذا كان نفاذ الجيش السوري الحر إلى دمشق مرجح من خاصرة اليرموك عبر خلق تواصل بين منطقتي التضامن والحجر الأسود، هل يأتي رد النظام باستخدام هذه المعسكرات للنفاذ إلى الداخل اللبناني؟ التمديد لقهوجي وريف استحقاق محسوم أم بالون اختبار؟ تقرير لجويس عائية. مع أفول عام وبداية عام جديد، استحقاقات كثيرة على نار حامية. اقترب انتهاء ولاية بعض المسؤولين الذين يمسكون بزمام مراكز أمنية حساسة، ومعه اقترب إما قرار التمديد أو قرار التعيين. ولعل أكثر الاستحقاقات حساسية تتلخص بمنصبين اثنين، الأول منصب قائد الجيش الذي يصبح شاغرا مع بلوغ العماد جان قهوجي السن التقاعدية في أيلول المقبل، والثاني منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي مع بلوغ اللواء أشرف ريفي سن التقاعد في أذار المقبل. بحسب المعلومات، رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان يرغب في التمديد لقائد الجيش، وذلك لأن قهوجي هو الرجل المناسب في هذه الظروف الصعبة والدقيقة كما يردد سليمان في مجالسه الخاصة. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشارك رئيس الجمهورية في وجهة نظره ويؤيد بقاء قهوجي في منصبه، الأمر الذي يجمع عليه كثيرون من القادة السياسيين،
باستثناء رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون الذي تقول المعلومات إنه يرفض التمديد لقهوجي لأكثر من سبب، فهو يريد إبعاد قهوجي من القيادة وعبرها من الحلبة الرئاسية، لأن هناك من يقول إن قهوجي مرشح جدي لرئاسة الجمهورية. وتحدثت بعض المصادر المعارضة عن أن عون يرفض التمديد لقهوجي انطلاقا من رغبته في تولي صهره قائد فوج المغاوير العميد شامر روكوز هذا المنصب. مقربون من العماد عون يضعون الأمر في خانة الإشاعات المغرضة، وخصوصا أن الموضوع لم يطرح بعد ليتخذ منه الجنرال موقفا سلبيا أم إيجابيا، علما أن علاقة عون بقهوجي جيدة لا بل ممتازة حسب ما تقول أوساط عون. أما في موضوع استمرار اللواء ريفي في موقعه الحالي فيبدو أن هناك توافقا لدى المرجعية السنية عليه، فاللواء ريفي ينال دعم الحريري ورضا ميقاتي، فالزعيم السني الأول رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري بحسب أوساطه يرى أن ريفي يملك الخبرة والحنكة الأمنية اللازمة لمواجهة المرحلة المقبلة في وقت لا يعارض ميقاتي بقاء ريفي في موقعه انطلاقا من حرصه على المواقع السنية، هو الذي قال إنه يشعر أن طائفته مستهدفة. انطلاقا من كل ذلك سؤال يطرح، هل يبقى قهوجي في منصبه ويثبت بعدها مقولة قائد الجيش ولي العهد الماروني؟ وأيضا هل يحافظ ريفي على منصبه فيؤجل دخوله السياسة من بابها العريض ولو إلى حين؟ أقدم مجهولون على خطف أحد المقاولين الكويتيين الكبار معين رشاد خرشد، وفي التفاصيل أن خرشد كان يقود سيارته الإكسكس على طريق مصانع المنصورية حين صادفته سيارة فيها ثلاثة مسلحين يلتدون لباسا مكتوبا عليه الشرطة، أوقفوه ثم طلبوا منه النزول ونقلوه إلى سيارة أخرى وقيدوه في المقعد الخلفي واقتدوه إلى جهة مجهولة وأخذوا سيارته إلى منطقة الرملة البيضاء، وقد طلب الخاطفون فدية قيمتها 500,000 دولار، وعندما لم يستجب الأهل للطلب تركوه في منطقة جالوري سمعان. بعد الإعلان العبسي يعلن انسحابه من رعاية نادي الحكمة. أهلا بكم من جديد إلى نشرة بيروت اليوم، تذكير بالعناوين. التلفزيون السوري ينفي ما تردد عن وفاة وزير الداخلية محمد الشعار ويؤكد أن الأخير بصحة جيدة ويتماثل للشفاء. كوشنير، التحقيقات في قضية اغتيال الحريري أظهرت بأن أشخاصاً قريبين من الأسد متورطون في العملية. سليمان يبلغ أعضاء هيئة الحوار الوطني قراره إلغاء جلسة الحوار المقررة الاثنين في بعبدة من دون تحديد موعد جديد له. لقاء مسائي في بعبدة ضم سليمان ميقاتي وجملاط والبحث تناول موضوع الانتخابات والحوار واللاجئين. بسيل، هناك حالة من الفلتان وغياب للضوابط في موضوع النازحين خصوصا أنه لدينا تجارب سيئة في هذا الملف سابقا. جعجع، إذا خيرت بين قانون فؤاد بطرس وقانون الستين أختار قانون فؤاد بطرس. والآن إلى الرياضة مع ساندرين. هاي ساندرين. هاي ديانا. هاي شانتال. شو الأخبار؟ اليوم رح نحكي كرة قدم أكيد مع تحضيرات للليغا، مباريات عديدة، رح نحكي NBA والتنس مع بطولة قطر. تفضلي ساندرين. البداية مع خبر خاص بكرة السلة اللبنانية وتحديدا نادي الحكمة، حيث رح يعلن اليوم السيد وديع العبسي عند الساعة 5:30 بعد الظهر انسحابه من الدعم المادي للنادي الأخضر. وبيجي هالقرار من بعد عدة مواقف اتخذتها إدارة الحكمة بالفترة الأخيرة ما بتتفق مع قناعاته الشخصية بإبعاد السياسي عن اللعبة. بعد تراجع النتائج بنهاية العام الماضي رح يسعى ريال مدريد للعودة بقوة هالسنة بدءا من مباراته بكرة الأحد بالدوري مع ريال فالادوليد.
ساعدت إجازة أعياد الميلاد والعام الجديد فريق ريال مدريد على تغيير صورته اللي ظهر فيها مع نهاية الموسم الماضي وسط شكوك كبيرة حول أداء الفريق. وطوى النادي الإسباني الصفحة فيما بيتعلق بظهور اللاعبين بمؤتمرات صحفية أمام وسائل الإعلام لأول مرة من 6 أشهر بمحاولة لتهدئة الأجواء. وبغضون 3 أيام ظهر معظم نجوم الفريق بمؤتمرات صحفية ليوضعوا حد للصمت المطلق على المستوى الرسمي. وبيقول سيرجيو راموس أنه الإجازات اجت بتوقيت جيد للتأمل وتقييم الذات والفريق على الطريق الصحيح لاستعادة الثقة. مشوار ريال مدريد طويل وصعب بعام 2013 مع فارق 16 نقطة اللي بتأخر فيها عن برشلونة و7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني. ورغم أنه هدف إبعاد برشلونة عن صدارة الدوري يبدو شبه مستحيل، لا يزال هناك فرصة للفوز بدوري الأبطال، وكل عناصر النادي بيشوفوا أنه الحصول على اللقب القاري العاشر رح يكون كافي بحلول نهاية الموسم للتغطية على كل المشاكل والصراعات الداخلية، علما أنه بالمرتين اللي سبق وفاز فيهم المدرب خوسيه مورينيو باللقب الأوروبي سابقا مع بورتو والإنتر حل فيهم بالمركز الثاني بدوري المجموعات على غرار ريال مدريد هالموسم. فهل رح ينجح المدرب البرتغالي بيريهينو؟ بدوره فريق برشلونة أجرى امبارح حصة تدريبية استعدادا لمباراته الأولى بالدوري نهار الأحد بعد عطلة سنة جديدة بمواجهة فريق إسبانيول. ورحب الآلاف من الأطفال بلاعبي برشلونة بعد نزولهم إلى أرض الملعب لبدء التمرين المفتوح لكل الجماهير. وما تغيب عن الحصة إلا المدرب تيتو فيلانوفا يلي بعده بمرحلة النقاهة من عملية استئصال الورم السرطاني يلي خضع إلى الشهر الماضي. إشارة أنه أجرى أيضا كل لاعبي الفريق بعد التمرين زيارة لعدد من المستشفيات بمختلف أرجاء برشلونة لمنح الهدايا وإظهار تعاطفهم مع الأطفال بالمستشفيات. الإشكال اللي صار بين روبرتو مانشيني وماريو بالوتيلي بتمارين مانشستر سيتي لا يزال متداول بالصحافة، وتداعياته ممكن تؤدي لرحيل المهاجم الأسمر قريبا. نفى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي وجود أي خلافات حالية مع مواطنه ماريو بالوتيلي مهاجم الفريق، وأظهرت صورة نشرت يوم الخميس عن تدخل العاملين بالنادي لفض إشكال بين مانشيني وبالوتيلي. وذكر التقارير الصحفية أنه مانشيني شعر بالغضب لعرقلة من بالوتيلي لأحد زملائه بالفريق، ولكن بيأكد أنه الصحف بالغت بوصف الأمر اللي حصل بالتدريب، وعندما ركل ماريو زميله طلبت منه ترك الملعب والدخول لغرف تغيير الملابس، وعندما رفض دفعته من قميصه إلى خارج الملعب. وبعد هالحادثة كانت علامات الاستياء واضحة على وجه المهاجم الإيطالي المثير للجدل دائما. وذكرت تقارير صحفية عديدة عن إمكانية رحيل بالوتيلي بالميركاتو الشتوي. وبآخر المعلومات ذكرت صحيفة لاجازيتا دولو سبورت الإيطالية بنسختها الصادرة صباح السبت أنه الميلان عم يعمل على توفير 35 مليون يورو لمحاولة شراء بالوتيلي من السيتي. الصحيفة الصادرة من ميلانو أوضح أن إدارة الروسونيري جمعت لهلأ 15 مليون يورو بعد بيع ألكسندر باتو إلى كورينثيانز البرازيلي، ومن المتوقع أن نضيف من 8 إلى 10 مليون من صفقة بيع روبينيو لسانتوس، وهي الصفقة اللي راح تصير بالساعات المقبلة. أما 10 ملايين المتبقية فراح تكون قيمة انتقال إغناسيو أباتي لصفوف زينيت سانت بيترسبورغ الروسي يلي تقدم بعرض بيتضمن هالقيمة. ورجحت الصحيفة أنه يتم الموافقة عليه خاصة بعد الظهور المميز للاعب الشاب ماتيا دي تشيلو بالجانب الأيمن من الدفاع. بالتنس وتحديدا بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة بتجمع المباراة النهائية اليوم بين الفرنسي ريشار غاسكي المصنف الثاني بالبطولة والروسي نيكولا دافيدينكو. وحاجت النجم الفرنسي مكانه بالنهائي بعد فوزه بالنصف نهائي امبارح على الألماني دانييل براندز بمجموعتين دون مقابل 7-5 و7-5، بينما تأهل الروسي دافيدينكو بطل هالدورة عام 2010 بإقصائه المصنف أول بالبطولة الإسباني دافيد فيرير بمجموعتين 0-6-3 و6-2. بالـ NBA نجح الثنائي كيفن دورانت وراسل ويستبروك إلى قيادة فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر وصيف الدوري إلى الفوز على ضيفه فيلادلفيا 76ers 109-85. سجل دورانت 26 نقطة وزميله راسل ويستبروك 27، كما أضاف البديل كيفن مارتن 16 نقطة. وهذه المباراة الأخيرة لأوكلاهوما أمام جمهوره قبل ما يخوض سلسلة صعبة من المباريات خارج أرضه. هذا كان كل شيء بأخبارنا الرياضية لهلأ. شانتال وديانا، العودة لكم. شكرا سانترين.
نجا قائد عمليات دجلة الفريق عبد الأمير الزيدي من محاولة اغتيال في بلدة السعدية، إحدى المناطق المتنازع عليها في العراق، أسفرت عن مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين، وانفجرت عبوتان ناسفتان أثناء أداء الزيدي مهام أمنية في السعدية شمال شرق بعقوبة وتضم خليطا من العرب والأكراد. صديق الفتاة المغتصبة في الهند يخرج عن صمته ويخبر عن الوحشية التي تعرض لها وصديقته. القضية التي أثارت غضب الشارع الهندي وكل المهتمين بحقوق الإنسان حول العالم، والتي أودت بطالبة هندية اغتصبها 6 رجال ورموها مع صديقها من الباص الذي كانا يستقلان، تتخطى كل حدود الوحشية بحسب الشاب الذي كان يرافق الضحية. في مقابلة هي الأولى له منذ الحادث، تحدث صديق الطالبة أنهما وبينما كانا عائدين من السينما ورفضت عدة عربات ثلاثية العجلات نقلهما، صعد وصديقته إلى الحافلة المخصصة عادة لنقل تلاميذ، لكن كان يستقلها رجال يقومون بجولة ليلية في المدينة، وما إن أصبحا داخل الحافلة حتى قام الرجال ومن بينهم السابق بمهاجمته وباغتصاب صديقته البالغة من العمر 23 عاما عدة مرات، واعتدوا عليها جنسيا بقضيب من الحديد الصدئ. وروى كيف طلب من السائق عدة مرات أن يوقف الحافلة، لكن الرجال أقفلوا البابين وأبرحوا صديقته ضربا على أكثر أعضاء جسمها حساسية. صديق الطالب يعاني كسورا في الساق، وهو أكد أن أحدا لم يأتي لمساعدتهما، وأن أحد المارة عثر عليهما بعد الهجوم ولم يعطي سترته إلى صديقته التي كانت ملابسها قد انتزعت. أعلنت الكنيسة البرازيلية أن البابا بنديكتوس 16 سيقوم بجولة صغيرة على متن مروحية حول تمثال السيد المسيح في ريو دي جانيرو خلال الأيام العالمية للشبيبة التي تستضيفها المدينة بين 23 و 28 تموز 2013. هذا التمثال الذي يظهر فيه المسيح باسطا يديه نحته الفنان الفرنسي البولندي الأصل بول لاندوفسكي في العام 1931، ويعتبر أشهر معلم سياحي في أكبر بلد كاثوليكي في العالم على الإطلاق، وقد اختير في العام 2012 ضمن القائمة الجديدة لعجائب الدنيا السبع. بعد أكثر من شهرين على الإعصار ساندي الذي حصد عشرات القتلى وألحق أضرارا بآلاف المنازل في شمال شرق الولايات المتحدة، أقر الكونغرس تخصيص دفعة أولى من الأموال لمساعدة المنكوبين، وبأكثرية ساحقة تبنى مجلس النواب المؤلف من أكثرية جمهورية ثم مجلس الشيوخ حيث الأغلبية ديمقراطية نصا يزيد الأموال المخصصة للتأمين على الفيضانات لمساعدة الأشخاص الذين تضرروا جراء الإعصار ساندي. بعد الإعلان بريجيت باردو، فرنسا أصبحت مقبرة حيوانات. نتابع الأخبار بعد الصفحة الجوية مع الزميلة ميشيل حداد. الاعتماد اللبناني، مصرفك لكل الفصول. مرحبا. سقعات روسية يلي بنسمع عنهم كتير رح يوصلوا لعنا من خلال منخفض جوي متمركز فوق شمال غرب روسيا، رح يأثر على لبنان بالأيام اللي جاية ويحول طقسنا إلى عاصف بامتياز. الهواء رح يقوى كتير، الأمطار غزيرة والتلج رح يوصل على ارتفاعات منخفضة ما شهدناها بعد هيدا الموسم. اتجاه رياح جنوبي لجنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتسجل أقصاها 18 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 0 و 12، أما بالداخل فبتتراوح درجات الحرارة بين 11 و 12 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء قوي، البحر مائج والجو غائم وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة وتلج على ارتفاع 1300 متر وما فوق. سوا منروح بجولة من الجو بتخدنا فوق بعض المناطق وضع اللبنانية لنشوف كيف طقسها لنهار السبت، ومنبلش جولتنا من عيدامون مع 12 درجة 11 بصغرتها، 0 بحصرون حتون 3 درجات، 5 بعشقوت بتغرين 9، 12 درجة ببيت الدين، منوصل على صيدا وصور 16 درجة. مثل ما عم تشوفوا الجو ممطر وعاصف، حصبية 12،
عنجر 11 درجة كمان بالفرزل، ومنختم بعين بورداي وبالأعمى 12 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم والثلاث أيام اللي جايين. اليوم السبت مثل ما قلنا الجو عاصف، تلج بتساقط على 1300 متر. الأحد تنين وتلاتة استمرار العاصفة وانخفاض بدرجة الحرارة، عم تشوفوا تلاتة بتسجل أقصاها 14 درجة. أما الصور يلي اخترناها لليوم من المجموعة يلي وصلت لنا على يو ريبورت الموجودة على ويب سايت الام تي في والام تي في اب، فهي صور من وحي العيد. الصورة الأولى هي من جورج موسى، الصورة الثانية وصلت لنا من ليندا هرموش، والصورة الثالثة والأخيرة هي من مارينا نصر. نرجع منذكركم تنتبهوا منيح على الطرقات وين ما كنتوا رايحين، وأنا بلاقيكم الليلة بآخر نشرة الثمانية إلا ثمانية. دراسة المخارج الدستورية في فنزويلا مع اقتراب موعد أداء تشافيز قسم اليمين وتعثر ذلك بسبب صحته. عدة سيناريوهات دستورية يتم وضعها في فنزويلا وسط الأنباء عن الوضع الصحي الدقيق للرئيس هيوغو تشافيز. من المرتقب أن يؤدي الرئيس اليمين لولايته الثالثة يوم الخميس المقبل، لكن نائب الرئيس ألمح في تصريح أن هذا الإجراء الشكلي قد يرجأ إلى تاريخ آخر بسبب معالجة تشافيز في المستشفى. وبموجب المادة 231 فإن الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية لدى بدء ولايته، أي في العاشر من الجاري، ولكن إذا حال سبب ما أيا يكن دون أدائه القسم أمام الجمعية الوطنية يتعين عليه عندها أن يؤديه أمام المحكمة العليا. غير أن المادة 233 من الدستور تنص على أنه في حالة شغور منصب الرئاسة عندها لابد من تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في غضون الأيام 30 التالية، وفي هذه الحالة يتولى رئيس الجمعية الوطنية تسيير شؤون البلاد وليس نائب الرئيس. وحالة شغور منصب الرئيس تعني وفاته أو استقالته أو تنحيته من جانب المحكمة العليا ومصادقة البرلمان على ذلك. ويتضمن الدستور نصا بخصوص حالتين أخريين محتملتين، الأولى هي العجز الدائم الجسدي أو العقلي للرئيس، وفي هذه الحالة يجب أن يكون العجز الدائم مثبتا بتقرير من فريق طبي تعينه المحكمة العليا ويوافق عليه البرلمان. أما الحالة الثانية فهي إبطال ولاية الرئيس بموجب استفتاء بمبادرة شعبية. في المقابل إذا شغر المنصب بعد أداء الرئيس القسم وخلال السنوات الأربع الأولى لولايته تجرى انتخابات جديدة أيضا في غضون 30 يوما، لكن تولي مهام الرئاسة بالوكالة يعود في هذه الحالة إلى نائب الرئيس وليس إلى رئيس الجمعية الوطنية. أعلن أحد المنجمين المكسيكيين في مؤتمر صحفي عقده لعرض توقعاته للعام الجديد أن الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز سيعيش لأداء القسم الخميس المقبل، لكنه لن يبقى حيا لفترة طويلة بعد ذلك، كما توقع إعصارا كبيرا في الولايات المتحدة وتحديدا في ميامي وميسيسيبي، وعلى الفترة الطويلة توقع أن تختفي منطقة أمريكا الوسطى من الوجود. يطلب من الدبلوماسيين عادة استخدام مخارج الطوارئ في السفارات في حال وقوع حوادث أمنية، غير أن هذه المرة طلب منهم ذلك بعد اقتحام قرد مبنى السفارة الأمريكية في سريلانكا. وهذه الزيارة المفاجئة للقرد وصفت من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بالدبلوماسية، مشيرة إلى أن الضيف غير المتوقع الذي علق داخل نظام التهوئة نجح بمغادرة مبنى السفارة من دون أن يتعرض لأي أذى، وذلك بعد مغامرة استغرقت 24 ساعة. بعد حصول الممثل الفرنسي جيرارد بارديو على الجنسية الروسية في تطور أثار استنكارا في الشارع الفرنسي إثر رفضه قرار رفع الضرائب على أغنى الأغنياء، هددت الممثلة الفرنسية بريجيت باردو بأنها ستطلب الجنسية الروسية بدورها، لكن باردو تحتج على أمر مختلف عن الضرائب وهو الفيلة. الممثلة المعروفة بدفاعها عن حقوق الحيوان هددت أنه في حال تطبيق قرار محكمة ليون بقتل فيلين يعانيان السل ستطلب الجنسية الروسية، معتبرة أن بلادها تحولت إلى مقبرة للحيوانات.
في الباراغواي تم إنقاذ 200 ببغاء من يد 4 تجار وإعادتها إلى حديقة عامة. عدد كبير من هذه الطيور لا يزال في سن صغيرة ويقدر ثمن ببغاء واحد بأكثر من 2000 دولار. السلطات ألقت القبض على المسؤولين عن التجارة بهذا النوع من الطيور، وهي جريمة يعاقب عليها القانون. السباحة في الثلج هواية صحية، المزيد في صفحة من المتفرقات. درجات الحرارة المنخفضة والبرد الشديد بالصين ما منع محبي السباحة والسياح من ممارسة هوايتهم المفضلة، ورغم أن التأس بلغ مستويات قياسية ببعض المناطق مع 26 درجة تحت الصفر، قرر محبو السباحة وخصوصا يلي متقدمين بالعمر أنه يقووا قلبهم وينزلوا على البحر وعلى حوض السباحة. وبأكد هالأشخاص أنه السباحة بالمياه الباردة إلى منافع صحية كبيرة وبتساهم بإنعاش الدورة الدموية وخلايا الجسم. مبلغ 1,700,000 دولار يعتبر خيالي لكتير من الناس، لكن بالنسبة لأحد الشارين بمزاد علني هو سعر مقبول لشراء سمكة تونة. التقليد السنوي باليابان لبيع التونة تخطى سعر مبيعها السمك فيه المعدل الماضي بثلاث مرات. رغم التوتر بين الدنمارك والهند، اجتمع هالبلدين بحدث فني فريد وهو جولة لفرقة الرقص الشهيرة فوتبرينت. الفرقة رح تجول بالهند الشهر المقبل ورح تقدم أجمل اللوحات الفنية من بعد ما اجتمع كل أعضاءها رغم الخلافات الدبلوماسية يلي بتعود لعام 1995 ويلي تم تخطيها جزئيا بهالعمل بين الهند والدنمارك. النشرة انتهت، تابعوا مزيد من التفاصيل عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر MTV لبنان على موقع فيسبوك ومتب.com.lb. تابعوا في القسم الثاني حوار تجريه الزميلة دونيز رحمي فخري مع ضيفها عضو كتلة المستقبل النائب والوزير السابق جان أوغاسابيان، من عيد كل اللبنانيين الأرمن اللي عم بعيدوا اليوم بعيد الميلاد، وأكيد خلينا نقول اغتاص مبارك للجميع. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.